الحديث رح يكون عن السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته. اليوم رجعنا لكم في ديجيت. بس قبل ما نبدأ المقطع لا تنسى تحط لايك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات. اوكي اعرف ان الكل يقول لي يا ليجندر انت ليش ساحب على القناة وليش لا يا اخوان. اولا واضح من صوتي اني مريض، وثاني شيء يعني الدراسة يا اخوان، فتخيلوا 5 ايام اعرف 6 ايام ما مسكت فيها جوال، فاهمين علي يا اخوان؟ فاتمنى انكم تقدرون تعبي الان، تحطون لايك وتشتركون في القناة. وتاني شيء هذه الاشياء الادلة كلها اللي راح تطلع اليوم هي من صديقنا كايروس تايم، ما هي من كايروس سيم الكذبي، لا كايروس تايم راح نتكلم عنهم راح تفهموا اكتر. ولكن قبل ما نبدأ لايك اشتراك وخلونا نبدأ بالمقطع. اوكي راح نبدأ من البداية، ولكن قبل ما نبدأ اذا ما شفت الحلقتين اللي ورا انصحك تشوفها عشان تفهم الموضوع كامل في هذه الحلقة، وهذه الحلقتين متصلة بالسيزون، فيها الاشياء الغريبة اللي حصلت والمخيفة والمحمسة كمان، فالمقطعين اللي ورا متصلين في بعض، وهذا المقطع كمان الثالث متصل معاهم. دقيقة يا اخوان والله العظيم نسيت اقول لكم، في حرب عالمية راح تصير في الديسكورد، واللي ما دخل الديسكورد حقي يدخلها الان، عشان راح نحارب سيرفرات، مثلا سيرفرات برول ستارز زي مثلا نينجاوي مع كرايزر مع يوتيوبرز كثيرين، وباختصار مثلا بندريتا اوسيمز، وفي يوتيوبر اكتر من كده. فجهزوا نفسكم الليله وكمان في الايام الجايه راح تصير كمان نفس هذه الفعاليات، فاذا ما قدرت اليوم تدخل فعاليه بكره راح تدخل، وكمان في فعاليات برول ستارز. ما ابغى اطول عليكم المقطع راح تفهموا اكثر، ورابط الديسكورد تحت في الديسكربشن. يلا يا اخوان خلونا نبدا بالمقطع. اوكي للي ما يعرف في قناه خاصه للعبه برول ستارز، وهذه القناه متخصصه للبثوث، طبعا الفيديو او البث دائما في القناه هذه ما يوقف، وكمان التسريبات برضو ما تنتهي. فكذا كان شكل البث قبل. والآن تغير وصار كذا. ولكن قبل ما تغير بأسبوع البث كان حرفيا شكله كذا. اوكي بعد ما كانت الشاشة السوداء واللي هي اللي اسبوع كامل يا اخوان، فصار الوضع كذا وتغيرت القناة الى هذا الشكل بالتحديد. اوكي وكمان قبل ما تتغير القناة كان ما فيها اسم حرفيا، يعني القناة ما فيها اسم، ما اعرف كيف لعبة برول ستارز صلحت هذا الشيء، ولكن الان صار اسمها بعد التحديث وهو الصوت الذي يسمعك، تمام؟ فالاسم والله مرة قريب، ولكن هذا اسم يا اخوان. اتوقع اني الان فهمتك اذا انت كنت جديد في قناتي، واذا تبغى تفهم اكثر روح للمقاطع اللي قبل هذه، في مقطع اول وفي مقطع ثاني وهذا المقطع الثالث. اوكي اعرف ان الكل الان رح يسألني يا ليجندري متى التحديث، وكمان التحديث يتكلم عن ايش، او موضوع التحديث عن ايش. اولا موضوع التحديث هو عن العصور الوسطى، وانا زي ما تكلمت في المقاطع اللي قبل الموضوع هو عن العصور الوسطى، وكمان لما اقول كلمة WKBRL او مقطع او بث WKBRL معناها القناة الخاصة او البث الخاص في اللعبة اللي تكلمنا عنه قبل شوي، تمام؟ ف WKBRL تكلم عن شخص اسمه كايروس تايم او كايروس تيم، قصدي كايروس تيم تكلم بنفسه وقال في شخص اسمه كايروس تايم يقلدني، ولكن الحقيقة لا، كايروس تايم ركزوا في نهاية الكلمة تايم، كايروس تايم هذا شخص يوتيوبر مشهور وله سنين في لعبة برول ستارز يقدم محتوى خاص بلعبة برول ستارز، ولكن بعد ما صلحوا التحديث لـ WKBRL وهي القناة الخاصة للعبة برول ستارز، فدخل واحد وقال أنا اسمي كايروس تيم وكايروس تايم يقلدني، وقال أنا معي قناة روحوا شوفوها واشتركوا فيها. فهذه القناة صلحها قبل كم يوم يا اخوان، ولكن ما شاء الله المشتركين دخلوا فيها والناس شافوا المقطع، وكان المقطع قريب يعني غريب قصدي. اولا المقطع كان عبارة عن وجه كايروس الحقيقي، هذا هو وجه كايروس الحقيقي، وجه كايروس الكذبي اللي اسمه كايروس تيم هذا، يعني حتى الوجه ما هو حقيقي زي ما انتم شايفين في هذه الصورة الان امامكم،
وجهه كده داخل في هولوجرام. اللي ما يعرف هولوجرام هي صورة متحركة، تمام؟ أوكي، أتوقع إنه الكل تلخبط، وخاصة للناس الجدد اللي ما هي فاهمة حاجة أبداً. وكمان بتقولوا لي إيش دخل هذا الموضوع بموضوع التحديث؟ راح أقول لكم لو دخل إخوان، ولكن أولاً هذا كايروس تايم. Full brawlers, I'm Kairos Time. It's time to brawl, and I'm the real Kairos. خلينا أفهمكم إنه هذا يوتيوبر مشهور وله سنين في القناة حقته وينزل عن لعبة برول ستارز. ولكن كايروس تيم، تيم ركز في كلمة تيم، هذا كايروس تيم بدأ قناته قبل كم يوم، تمام؟ بدأ قناته قبل كم يوم وكان موجود في WKBRL، كان يقول اشتركوا في قناتي وأنا كايروس تيم الحقيقي. ولكن كايروس تيم طلع في مقطع يتكلم عن التحديث، وفي نفس الوقت قال هذا الشخص قلدني وكذاب، ما هو أنا. فأتوقع الآن إنك فهمت يا حبيبي. ولكن قبل ما نبدأ الآن رح تسألوني متى موعد التحديث. قبل ما نتكلم عن موعد التحديث رح نتكلم عن صورة أرسلتها لعبة برول ستارز، وهذه هي الصورة عبارة عن سكنات برول ستارز، وهي ما يعني بشخصية شركة مارفل أو أبطال مارفل، واللي هي سوبرمان، آيرون مان، زي ما أنتم شايفين الآن في الصورة. فالوضع والله مرة أسطوري. ولكن هل تتوقعون أن اللعبة ما رح يعني تسحب عن موضوع العصور الوسطى وعلى طول تروح لموضوع السوبر هيروز اللي هي مارفل وكذا؟ والله ما أعرف، لكن واضح أنه رح يكون عن العصور الوسطى. وكمان في صورة زي ما أنتم شايفين في هذه الصورة، أولا رح نبدأ بالبنك، وهي سيزون بيل، واللي هو سيزون السارقة بيل زي ما أنتم شايفين في إكس على البنك، معناته هذا السيزون تم. وكمان في سيزون الديناصورات زي ما أنتم شايفين عبرنا عليه هو تم، ولكن الآن في صورة يعني زي القلعة ولكن ما اكتملت، ما هي باينة زي الناس، ما هي باينة زي الناس. فهذه القلعة أتوقع أنها هذه اللي خاصة في ديزني أو الخاصة للعصور الوسطى، تمام؟ كلنا نعرف أنه في العصور الوسطى راح يكون سيزون عن العصور الوسطى، وهذه الصورة تثبت أنه الموضوع راح يكون عن العصور الوسطى. ولكن الآن الكل راح يسألني يا لجندري متى موعد التحديث؟ أولا موعد التحديث راح يكون بعد 18 يوم، يب 18 يوم زي ما أنتم شايفين في البرول باس، يقول بعد 18 يوم راح يكون في تحديث أو راح ينتهي هذا البرول باس ويجي البرول باس الجديد أو التحديث الجديد. وثاني شيء، إذا أنت الآن تشاهد من يعني من تلفونك من كمبيوترك، راح تطلع لك في البنر يقول لك كده، ما في أي حاجة في البنر، تمام؟ ما يطلع لك أي حاجة، ما راح تشوف أي حاجة. ولكن لو جيت على جوال، قصدي على التلفزيون، راح تشوف هذه الواجهة، وهذه الواجهة تقول إنه التحديث راح يكون في 21 من أغسطس، واللي هو 21 من شهر أغسطس راح يكون التحديث حرفيا. فجهزوا نفسكم يا أخوان، التحديث راح يكون 21 من أغسطس أو 22 من أغسطس، واحد من هذول اليوم راح يكون التحديث. وكمان البرول تورك راح يكون بعد أسبوع، فوالله كلنا متحمسين، راح يكون يا السبت يا الأحد. فأتوقع أني الآن فهمتكم متى موعد التحديث ومتى موعد كل شيء، وآسف صوت مريض قاعد أقلت لأني مريض أخوان. وكذا وصلنا للمقطع، إن شاء الله المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع حطوا لايك، شاركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات. أعرف أن المقطع كده إيزي بيزي، ولكن أتمنى أنكم تدعمونا بزر اللايك والاشتراك. يلا يا أخوان، بأمان الله.